بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المؤتمر، أصحاب المعالي والسعادة، أخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير ويسر وبركة. إنني في الحقيقة أتشرف بأن أكون بين هذه النخبة من العلماء والمفكرين والمسؤولين في الوطن العربي وفي العالم، بأن أكون أحد المتحدثين، فهذا شرف كبير لي، ويرجع ذلك إلى فضل طبعا من تقدم بدعوتي للمشاركة في هذا المؤتمر. هذه لأول مرة أشارك في هذا المؤتمر، وأنني في الحقيقة فخور جدا بأن أكون بينكم يعني. وأريد بداية أن أبارك بإنشاء مركز الحوار بين الأديان والثقافات في مصر، في جمهورية مصر العربية المتحدة، وبالأخص في طبعا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. فألف ألف مبروك، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح. أخواني أخواتي، أريد أن أختصر فكرة هذه الورقة بأن ركز على مضمون عمل هيئات ومنظمات دولية مختصة بحرية الأديان، حرية العبادات، حقوق الإنسان. فهناك في الحقيقة في العالم الكثير من الهيئات والمنظمات الدولية المختصة بهذا الموضوع، وللأسف الشديد بأن الكثير منها تسيس، الكثير منها أخذ الجانب السياسي وابتعد عن مضمون حقوق الإنسان، مضمون حقوق الحريات الدينية والعبادات. وأريد أن أؤكد هنا في هذه الكلمة المختصرة بأننا في الوطن العربي وفي الدول العربية وفي الدول الإسلامية كان لدينا وما زال لدينا واقعا بحرية العبادات والتسامح الديني بيننا وبين معظم الأديان. كنا في جمهورية مصر العربية أو كنا في البحرين أو في أي دولة أخرى، سواء كانت عربية أو إسلامية، ففي الحقيقة تمتعنا وما زلنا نتمتع بحرية العبادات وحرية الأديان، وكل الطوائف في الحقيقة لديها كل هذه الحريات. قبل أن تنشأ هذه المنظمات الدولية، يعني قبل أن تنشأ هذه المنظمات الدولية، نحن كنا وما زلنا وبمئات السنين ما زلنا نتمتع بهذه الحريات. كل الجاليات الموجودة في مجتمعاتنا في الحقيقة لديها هذه الميزة، فلذلك أعتقد بأننا في الحقيقة يجب أن نكون حذرين جدا في التعامل مع المنظمات الدولية التي تدعو إلى حرية الأديان. فنحن دعينا وعشنا قبلهم بكثير، بمئات السنين، مئات السنين بالفعل. فلدينا في البحرين مثلا على سبيل المثال في عام 1819 أنشئ معبد هندوسي، يعني قبل 200 سنة صرح حاكم البحرين من آل خليفة بإنشاء معبد هندوسي، وهو الأول في المنطقة، ولأكثر من 150 سنة ظل هو الأول في المنطقة. هذا طبعا دليل على أولا أن القيادة السياسية في ذلك الوقت كانت منفتحة على العالم الخارجي. أنا لا أتكلم هنا عن الأديان السماوية، بل هناك دين بعيد عن مجتمعاتنا، لكن بما أن كانت هناك جالية هندوسية موجودة أو من الهند موجودة في المنطقة أو في البلد، فسمح لها بكل حرية بالعبادة، عبادة دينهم. لسنا مختصين في الدخول في تفاصيل تلك العبادات، ولكن المهم جدا التعايش السلمي، أننا نتعايش معهم، أننا في الحوار لا نريد أن نتغارب وأن نكون واحد. لن نصل أبدا إلى هذه المرحلة بأن تكون الأديان كلها دين واحد أو الأجناس كلها جنس واحد، هذا شيء مستحيل جدا. ولكن نحن في الحقيقة من خلال هذا الحوار نريد أن نصل إلى نقطة هامة جدا، وهي أننا نتعايش مع بعض.
في عام 1893 في البحرين ايضا اتت طبعا ارسالية امريكية للتبشير. تصوروا في مجتمع محافظ مسلم عربي يأتي إليه وفد من أمريكا. في ذلك الوقت أمريكا لم تكن قوة عظمى ولم يكن هناك نفط في المنطقة، وأصلا الحكام المنطقة لا يعرفوا أين تقع أمريكا. تأتي هذه المجموعة أو وفد من إرسالية أمريكية يطلب بإنشاء كنيسة لبعض المسيحيين الموجودين في المنطقة في البحرين للتعبد. بالفعل سمح حاكم البحرين آنذاك بأن تنشأ هذه الكنيسة، وبالعكس بالإضافة إلى مدرسة مسيحية وإلى مستشفى إرسالية أمريكية ثلاثة، وما زالوا موجودين حتى الآن أكثر من 124 سنة، وما زالت الثلاث عناصر الأساسية موجودة الآن تعمل في البحرين. الفكرة الأساسية هي في الحقيقة أن هذه المجتمعات، مجتمعاتنا مثل ما ذكرت، سواء كنا في البحرين أو كنا في مصر العربية المتحدة أو أي دولة أخرى، في الحقيقة كنا متعايشين ولا زلنا متعايشين ومتسامحين، ولدينا حرية الأديان بكل فخر نتحدث عنها ونعتز بأننا في الحقيقة انفتحنا على العالم الخارجي، الأديان الأخرى، تعايشنا مع كل تلك العناصر الموجودة في مجتمعنا قبل أن تنشأ هيئة الأمم المتحدة بنفسها. يعني احنا مثل ما ذكرت لكم قبل 200 سنة كان هناك معبد هندوسي، قبل 124 سنة المسيحيين كان لديهم كل الحرية في البحرين وكذلك طبعا الوضع بلا شك في مصر العربية. يعني المهم وما زالت المسيرة مستمرة، ما زال إلى يومنا هذا اهتمام كبير جدا في مملكة البحرين بهذه المسيرة التي تورثناها عن أجدادنا. فملك البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة اليوم مستمر في ذلك، خط بنفسه إعلان مملكة البحرين الذي يدعو إلى التسامح الديني، يدعو إلى التعايش، يدعو إلى التمسك بالإيمان لكي يكون هو جوهر العلاقات فيما بيننا كبشرية. يعني ولذلك فإن إعلان مملكة البحرين في الواقع الذي دشناه في عام 2017 في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة يعتبر وثيقة دولية هامة بالنسبة لنا. ثم أنشأ جلالة الملك هذا المركز الذي أتحدث عنه اليوم أو أتحدث منه اليوم، مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، والذي في الحقيقة لا يهدف إلا إلى أمور بسيطة جدا، وهو أن يعكس واقع البحرين من تعايش سلمي للعالم الخارجي، وخاصة كما تعلمون أن المنطقة اليوم في الحقيقة بدأت تعاني من مشكلة الصراعات المذهبية والصراعات الطائفية والدينية كما رأينا خلال العشر سنوات الأخيرة يعني في دول كثيرة وما زالت تعاني من ذلك. يعني فلذلك المنطقة في الحقيقة في خطر بارز، وقد يمتد ذلك أو تتوسع تلك الأخطار من هذه الدول إلى دولنا، وبلا شك أنها بدأ أن بعض المجتمعات الخليجية والعربية بدأت تتأثر بذلك المد، وعلينا في الحقيقة حتى لو كنا الآن متمتعين بهذا التعايش السلمي لكن ليس هناك ضمان لاستمراره بسبب التدخلات الخارجية. هذه التدخلات الخارجية سواء كانت إقليمية أو دولية، فلذلك يجب أن نكون حذرين، ونحن في مركز الملك حمد في الحقيقة ندعو إلى التوعية ونركز على توعية الشباب في الحقيقة لكي نضمن المستقبل ذلك. بهذا بإيجاز أننا في الحقيقة يجب أن لا نخدع
بمعتدعوا إليه الكثير من المنظمات المسيسة الدولية باسم الدين وباسم حرية الأديان وحرية العبادات وحقوق الإنسان وغيرها من تلك الشعارات التي في الحقيقة كلمات طيبة ولكن يراد بها باطل. شكرا جزيلا وأسف للإطالة. السلام عليكم ورحمة الله.